طيب دكتور ميرفت، يمكن انا كنت حتى بقول انه، وكنت حضرتك موجوده معانا داخل الاستوديو، انه عمال البنى دول اثروا في حياتي تاثير جذري. فهل احنا كوزاره عاملين حاجه مثلا زي ما احنا بقى مفصلين شيء ما لعمال التوصيل؟ هل انا عامل حاجه مثلا لعمال البنى، للعماله الزراعيه برضو، العماله غير المنتظمه في المزارع وما الى ذلك، بالتعبير بتاع اهالينا يعني في الغيطان الى اخره؟ يعني معاشك بايدك ده معاش اتوجه اول ما اطلقناه لعمال الزراعه، فده ده اول نقطه. عمال الزراعه كمان متغطين بالتامين الصحي وبالتامينات الاجتماعيه. يعني يمكن كتير مننا ما يعرفش ان قانون التامينات الاجتماعيه بيغطي العماله غير المنتظمه. احنا عندنا اكبر ثلاث قطاعات تمثل حوالي 80% من العماله غير المنتظمه: عمال الزراعه والصيد وعمال النقل وعمال التشييد والبناء، وعندنا كمان عمال اللي عاملين في مجال البيع والتجزئه. فالقانون بيغطيهم، وقانون التامين الصحي الشامل بيغطي كل المواطنين، فبالتالي العماله غير المنتظمه كمان متغطيه. معاشك بإيدك ده للعمالة غير المنتظمة بنطرحه فئة، يعني كل ما بندخل على قطاع نبدأ نحاول إن احنا ننظمه، كمان بنطلق معاشك بإيدك معاه بحيث إن هو يتم الاستفادة منه. فكل فئات العمالة غير المنتظمة تحظى بالاهتمام وبمد منظومة الحماية ليهم، يعني مش منظومة الحماية مش قاصرة على فئة واحدة. فيما يخص عمال المقاولات، عمال المقاولات بالعكس ده هم متغطين كل حاجه، يعني هم متغطين ضد الشيخوخه والعجز والعجز الجزئي والكلي والوفاه، وكمان ليهم يعني حاجه اسمها بنقول ايه مكافاه نهايه الخدمه. ده نظام ادخاري بندخر للعامل بحيث ان هو لما يجي يتقاعد بياخد المكافاه بتاعته، ومتغطين بتأمين المرض. وفي ربط دلوقتي ما بين التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة والتأمين الصحي، بحيث ان احنا بنسهل على العامل ان هو لازم في الاول بيدخل يعمل حاجة اسمها تحديد قياس مهارة، وده من خلال وزارة القوى العاملة، او بناء عليها بيطلع له الترخيص وبيتحدد الفئة بتاعته، وبعد كده تعمل له تأمين صحي عادي محدود المهارة، متوسط وعالي المهارة، وبعد كده بيدخل تأمين صحي عشان يحدد لياقته البدنية انه ملائم لهذه المهنة، وبعد كده بيدخل في التأمينات الاجتماعية. فالمنظومة دي حاليا بتتمايكن بحيث ان احنا بنيسر على العامل، بتجيله رسالة سواء بالميعاد اللي هو بيحدد فيه يروح للقوى العاملة او للتأمين الصحي. فالعمال المقاولات يعني من 2017 وهم يحظوا باهتمام شديد من سيادة الرئيس والوزارة وهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة القوى العاملة وكمان التأمين الصحي، يعني كانوا مهتمين جدا. وكان عندنا كمان حاجة اسمها وثيقة أمان، ودي كانت متوجهة لعمال التشييد والبناء. ده وثيقة ادخارية يعني للعامل، وفي نفس الوقت معاه وثيقة تأمين على الحياة.